بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجذب. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، وانصر المسلمين والمسلمات، واغفر للمسلمين والمسلمات، واختم بالصالحات أعمال المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام إحياء الموات. فصل في أحكام إحياء الموات. وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير، إيه هي؟ وهو هنا تعود على إيه؟ على إحياء ولا على الموات؟ وهو لا فصل في أحكام إحياء الموات. وهو يعني الموات هو، كأنه عايز يعرف الموات على خلاف القاعدة. القاعدة تملي يقول لك الضمير يعود على المضاف مش المضاف إليه في الغالب، يعني تملي الضمير يعود على المضاف إليه مش على المضاف مش المضاف إليه، هنا يعود على المضاف إليه. إحياء المواد، إحياء ده مضاف والمواد مضاف إليه، فالمفروض على القاعدة يبقى وهو يعود على الإحياء. لكن هنا لما عرف قال إيه؟ وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير أرض لا مالك له، يبقى بيعرف هنا مش الإحياء، بيعرف المواد، مش كده برضه؟ يبقى الموات هي أرض لا مالك له، يبقى هو بيعرف الموات مش بيعرف الإحياء. واضح؟ على خلاف يعني القاعدة يعني، لكنها وردت أيضا في القرآن كما سوف يأتي في الشرح. فصل في أحكام إحياء الموات. وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. يبقى الموات إيه هو؟ أرض لا مالك لها، لا مالك لها مطلقا، أو لا مالك لها معروف زي ما يجي في الشرح. يبقى لا مالك له مطلقا أو لا مالك لها معروف. وكمان إيه؟ ولا ينتفع بها، علشان يخرج إيه المنتفع بها من انتفاع عام، زي طريق مطروح للناس، ما هو ده لا مالك له،
لكن ينتهى. ما ينفعش اروح انا احيي الطريق بقى وابني في وسط الشارع واقول ما هو ده موات. ما ينفعش. ليه؟ لانه ينتفع به. يبقى لازم ايه؟ علشان يبقى موات يبقى لا ملك لها معروف، او لا ملك لها اصلا ولا ينتفع بها، يعني ليست ملكية عامة. ليست ملكية عامة كالطرق كالكباري. وزي المسجد. يعني حاجات كتيرة تلاقيها ايه؟ ملكية عامة، اللي هي المسلمين كلهم شركاء فيها. وإحياء الموات جائز بشرطين. جائز يعني صحيح. مش الجواز اللي هو يقابل بقى ايه؟ المكروه او المستحب او الواجب. يعني هنا وهو صحيح يعني، لكنه حكم مستحب. حكمه من حيث الاحكام فهو مستحب. ان الانسان يحيي الموات، فما من دابة ولا بهيمة ولا عامل ينتفع بها الا ولو صدق، فدل على انه عمل صالح. وطالما عمل صالح يبقى مستحب. لكن هو بيقول جائز هنا من حيث انه صحيح، عمل صحيح شرعا والغير فاسد، وبالتالي ينبني عليه ان تكون الانتفاع صحيح والملكية صحيح، لكن ثوابه مستحب. واضح؟ واحياء الموات جائز بشرطين، احدهما ان يكون المحيي مسلما. طبعا في بلاد المسلمين، انما تقول لي بقى مسلما في كل ارض الارض كلها حتى في بلاد الكفار؟ لا طبعا، بلاد الكفار. يبقى ان يكون مسلما في بلاد المسلمين. يعني بلاد المسلمين لو فيها غير مسلمين عايشين مع المسلمين لا يتملك باحياء الموات، ولكن ينتفع باحياء الموات، لكن لا يتم لهم التملك. ليه؟ لان دي ارض ملك الله ورسوله، فملكها رسول الله للمسلمين. فأرض الإسلام هي ملك مين؟ ملك الله ورسوله. أرض الإسلام ملكها رسول الله لأمته تنازلا. كان ممكن تفضل في ملكية النبي على فكرة حتى بعد وفاته، لأن ملكيته كيف تملكها الله؟ الله ملكها لرسوله. مش قايلين الأرض لله ورسوله؟ مش قايل كده؟ يعني إيه؟ لله ورسوله. لما تبقى اللام دي الملكية، يعني ملكا لهما يتصرفان فيهما كيف شاء الله بمشيئته الإلهية ورسوله بمشيئته النبوية، لأنه مبلغ عن الله الشرعية. واضح؟ مش في حال حياته فقط، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في حياته. وطب وزوجاته مش فضلت موقوف عليهم؟ محدش يقدر يقرب لهم وهو ميت. يبقى ملكيته وعصمته لا تزول. وماله اللي تركه يورث؟ يفضل في ملك النبي، يتصرف فيه سيدنا ابو بكر زي ما النبي كان بيتصرف فيه حال حياته. ده اللي بيحصل، واخد بالك؟ فتظل على طول كده. فيبقى دي في ارض المسلمين. طب افرض غير مسلم عايز يحيي موات، يحييه على سبيل الانتفاع وينتفع بما يخرج من الارض لكن لا يتملك. يبقى العقود تبقى عقود انتفاع وليست عقود تمليك. واضح؟ طب ما هو المواطن هيبقى كده حاجه من الاثنين، مواطن مسلم له ان يتملك، مواطن غير مسلم له ان ينتفع لكن لا يتملك. وليكن الانتفاع سنوات طويله، تقول له انتفع بها مده 100 عام ثم تقول الى المسلمين، كانها ملكيه برضه. بس الصوره انها بعد 100 سنه هناخدها من ورثته. فهمتني ازاي؟ تقول للدوله تاني وهو هيفرح برضه. هيفرح يعني. التمييز يعني دي ارض مسلمين. دي ارض مسلمين، دي غالبيه، الغالبيه لها حكم. ده باعتراف كل العقلاء. الغالبيين لهم الحكم. مش كده برضو؟ انا في امريكا عربي وفي امريكا، ارض ملك امريكان. يقول لي انتفع هنا 100 سنه وتعالى وهترد الى الحكومه الامريكيه لينتفع بها المواطن الامريكي. هقول له لا، هقول له انتوا ظلمه. مش هقول لهم انتوا ظلمه، لان دي بتاعت امريكا. مش كده برضه؟ ما هي حكايه سهله. اشمعنى احنا بنقبلها منهم وما يقبلوهاش منا؟ ما هي ده شيء معروف. فنبطل بقى من اللقلقه اللي طالعه الاعلاميه كل شويه. اشمعنى؟ ايه اشمعنى؟ طب ما كل دوله ليها هيمنه على دولتها، والغالبيه العظمى في اي مكان لهم احكام
تخالف أحكام الأقليات بحكم أنه الأغلبية بس. فإذا تحولت أنت إلى أقلية لك أحكام الأقلية، زي ما بتروح في أوروبا بتبقى أقلية لك أحكام، مش كده برضو؟ ما فيهاش حاجة. أحدهما أن يكون المحيي مسلما أي في أرض الإسلام، فيسن له إحياء الأرض الميتة أو الميتة سواء أذن له الإمام أم لا. اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. افرض الإمام قال لك لا، احنا عندنا الأراضي كلها هتبقى ملك الدولة زي الوقت النظام، يبقى خلاها في حمى الدولة، فما حدش يتصرف إلا بإذن الدولة، للدولة اللي هي الإمام الحاكم، خلاص له أن يفعل ذلك إذا لقى أن المصلحة كده، له أن يفعل ذلك. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب في خراج العراق أرض العراق ما قسمهاش على الغزاة والفاتحين، لأن لقى من المصلحة، قال لك طب ما أنا لو قسمتها هيجوا الناس اللي هتتولد بعد كده، هتيجي مش هتلاقي حاجة تتملكها، هيلاقوا كل حاجة اتقسمت خلاص اتباعت، طب نعمل ايه؟ فخلى خراج ارض العراق كلها، واخد بالك، انتفاع لا تملك سيدنا عمر، واخد بالك، وخلى ملكية عامة تحت هيمنة الدولة، واخد بالك ازاي، ولا يأذن الامام بتملكه، خلاص المصلحة كده لا الامام ان يفعل ذلك، واضح؟ يبقى الامام له ان يفعل ذلك. ايوه يعني يراعي المصلحه العامه، المصلحه العامه يعني المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه، فلو وجد ان المصلحه الخاصه هتعترض المصلحه العامه او تقول الى الاعتراض على المصلحه العامه في المستقبل له ان يقيدها، واضح؟ زي ما كان حاصل الحكومه السابقه، احنا ليه عيوبها؟ انها كانت بتبيع اراضي الدوله وبقى بأسعار مش صحيحة وبعقود باطلة كأنها بتبيع ما لا تملك، واخد بالك ازاي، لمن لا يستحق بأقل من أجر المثل، حتى تحولت البلد إلى ملكية لبعض الأسر، وأصبح المواطن المصري حاسس أنه ساكن جوه دولته، أنه مش دولته، ما عندوش انتماء، ده ساكن فيها بس، ده في أي وقت يقولوا له العقد خلص مع السلامة روح. كان هذا الشعور بتاع شعور المواطن المصري في الحكومة السابقة بسبب هذا التصرف الغريب، واضح؟ فللحاكم انه هو يمنع مثل هذا ويحل محلها عقود انتفاع للأجل البعيد، واخد بالك، بحيث يبقى الدولة لها الهيمنة برضه في أي وقت، ليه؟ علشان اللي يتولد من الأجيال اللي تيجي بعدنا يجي يلاقي له حاجة يعيش، يلاقي له حاجة يبنيها يعيش فيها، مصنع يشتغل فيه، وإلا ما تتحولش الحكاية كلها إلى ملكية خاصة ويقسموا لك المصانع إلى قطع أراضي ويبيعوها ويعملوها شقق، وبعدين العمال اللي كانت شغالة طب وفين الإنتاج؟ فهمت؟ دي القصة اللي حصل الانهيار، علشان كده لم يراعوا مثل هذه الأمور. ممكن ما نوقفش كتير لحد ما نقرأ الحاشية، لأن أحيانا في التفاصيل بتتحل إشكاليات كثيرة، ممكن؟ فيسن له إحياء الأرض الميتة أو الميتة سواء أذن له الإمام أم لا. اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه، واللي يحيي قطعة منه اللي يحمي قطعة منه للحاكم أن يحمي كله كمان، طالما له الهيمنة على البعض يبقى له الهيمنة على الكل بصفة حاكم، لا بصفة شخصه، بصفة حاكم، يعني الحاكم اتغير بحاكم تاني لنفس الاختصاصات، لاختصاصات الحاكم وليست لشخصية الحاكم، واخد بالك، لمنصب، يعني اختصاصات منصب وليست اختصاصات شخص. اللهم إلا أن يتعلق بالموت حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، أما الذم والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء، فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام، كويس. والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، وده تحصيل حاصل لأن احنا قايلين لا ملك لها بره،
وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة بس، وما قالش لم يجري علي ملك المسلم. والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه. يعني لما تلاقي حتة خراب الوقت لكن كانت معمورة من 100 سنة يبقى اللي ورثت مالكها، ما تعتبرش. فاهم؟ واضح؟ لمالكه إن عرث مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. كنيسة تهدد في مصر وهي أرض إسلام، وكنيسة تهدد وباقي أطلال الكنيسة وفضلت كده مهجورة 100 سنة، تفضل ملك الكنيسة، حدش يقدر يهرب لها ولا يبنيها جامع يا سلفية. هي دي أحكام الإسلام. واضح؟ ليه؟ لأنها كانت ملك الذمي، وأطلالها تدل على أنها كانت كنيسة وكانت في ظل حكم إسلام، والإسلام يحترم الملكية للذمي في بلاد المسلمين. شفت بقى الأحكام؟ فلازم نفهم الأحكام دي. يعني حتى لو تهدد، حتى تبني كنيسة بار. دكتور في العصر بتاع الفرق أمير المؤمنين عمرو بن العاص لما استولى على الأرض بتاع اليهودية وبنى عليها مسجد. لا دي لما خدوها اصلا الجند اتقسمت. نعم. تقسموها كانت الارض اللي خدوها دي غنائم وليست موات، غنيمه. نعم. استيلاء بالحرب. نعم. فبقت ملكيه. نعم. ملكيه للجيش، يقسمها على الجيش غنائم. نخش بقى في تقسيم الغنائم. نعم. مش في احياء الموات، دي باب تاني. نعم. ندور كده، نقلب على فصل تاني، فصل تقسيم الغنائم. واضح؟ يبقى احنا ما نخشش في فصل ونسيب فصل، ده حكم وده حكم. واضح؟ احنا بنقول الموات اما تبقى ارض مش معروف مين مالكها خالص، لكن فيها اثار تدل ان كان يملكها مسلم. يعني فيها اثار قصور من العهد الفاطمي، العهد الفاطمي ده كان عهد اسلامي من العهد المملوكي. يبقى دي ما تنفعش تبقى موات. ده احنا ندور ملكها فين وورثتهم قالوا لايه. طب افرض مش لاقيين، خلاص تبقى ملك ملكيه عامه، ملك بيت المسلمين، مال المسلمين. واخد بقى؟ وما تنفعش تبقى موات. ويبقى الدوله عايزه تحييها الدوله باسم الدوله مش باسم شخص معين. واضح الكلام؟ فهمت؟ فلازم تتقسم الحكايه كده. لكن لقيناها انها فيها اثر بتاع غير مسلمين في بلاد المسلمين في حكم اسلامي، تفضل ملكيتهم بقى، حد ياخدها منهم ما ناخدهاش منهم. المسلمين لما بيفتحوا بلد بيخشوا ما بيطردوش الناس من بيوتهم اللي هم ساكنينها وقاعدين فيها وملكينها، مش كده برضه؟ كل واحد بيقر على ارضه، كل واحد، الا لو كانت ارض مقاتله، يعني قتلونا وبقت حرب ودخلناها بتاع، بقت اسمها غنيمه. وعلشان كده هل مصر اخذت عنوه ولا اخذت صلحا؟ ان كانت صلحا تبقى ارضها فيء، وان كانت عنوه تبقى ارضها غنيمه. فإذا كانت صلح يحترم فيها ملك الأقباط اللي هم المصريين الأولانيين، وعلشان كده بعضها صلح وبعضها عنوة، ده الراجح في مصر، بعضها صلح وبعضها عنوة. والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة، والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية، زي ما قلت لك له حاجات من العصور المملوكية من العصور، لكن العصور المالكية إسلام، فهذا المعمور مال ضائع أمره لرأي الحاكم في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. وإن كان المعمور جاهليا، يعني في اثار بقى ايه الامم السابقه للاسلام، السابقه للاسلام مطلقا، واخد بالك؟ يبقى ملك بالاحياء. نقف لحد هنا ونحاول نشوف كلام الشيخ البيجوري على الفقره دي. فصل في احكام احياء الموات، أي كالجواز الآتي في قول وإحياء الموات جائز إلى آخره. وفي بعض النسخ إسقاط أحكام. فصل في إحياء الموات،
يعني بعض النسخ قال ايه؟ فصل في احياء المواد، ما قالش احكام، وهي اعم. ما يقول احياء المواد اعم من احكام، لان الاحكام يقصد احكام احياء المواد بس، لكن ما يقول المواد يشمل حقيقة المواد ايه هي واحكامها ايه، واخد بالك ازاي؟ فيبقى اعم. وفي بعض النسخ اسقاط احكام وهي اعم، لانها تشمل الحقيقة والاحكام بخلاف الاولى، فانها لا تشمل الحقيقة، وقد بينها المصنف، هيبينها المصنف بعد كده، هيقول وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيط. يبقى النسخة اللي ما فيهاش احكام ادق من النسخة اللي فيها احكام، واخد بالك؟ لانه هنا تكلم على الاحكام وعلى حقيقتها، وعلشان كده في نسخ فصل في احياء المواد، فيبقى عام ليشمل كلام المصنف كله. واحنا قلنا الطريقة دي طريقة العقلية الازهرية في فهم العبارات بدقة، علشان يكون عنده دقة في فهم ايه يعني فحوى النص والاحكام المتدرجة عليه، فهي عقلية بتربي في الطالب العقلية الفارقة التي تفرق بين المشتبهات عند غيره. يعني لو واحد مش ازهري يقول لك انت هتقلب دماغنا ليه؟ ما هي فصل في احكام المواد زي فصل في المواد، بس اقرا لي وقول لي. دي عقلية غير ازهرية. الراجل ده اول ما يقول كده تعرف ان دي عقلية غير ازهرية. دي عقلية بتاخد العلم كده اهو بالجملة. لا، الازهر ما اتبناش على كده، الازهر اتبنى العلم فيه للأطار، كلمة كلمة، ونفصص كل كلمة ومدلولها، وبعدين الكلمة دي ما تيجي جنب الكلمة دي تعمل جملة، والجملة دي نشوف مدلولها ايه، هل الكلمة فضلت لها نفس المدلول بعد ما صارت جملة كالمنفردة، ولا تغير مدلولها واصبحت علم على حاجة جديدة. يقعد بقى الازهري بالطريقة دي، اتربى على هذه الطريقة العقلية الفارقة التي تميز بين المشتبهات، والتي ترى الخلاف في الامور التي يراها غيره واحد. يبقى عندك عقلية الفقيه لازم تكون بهذه الصورة، واضح؟ فالمناقشات البسيطة دي بتعلم لك ايه هي طريقة التعليم الازهري اصلا، مبني على هذا مش مبني على الكون. يعني لما تقرأ مثلا في كتب بعض الجامعات اللي قامت ايه جديدة على الازهر، زي جامعة مثلا ملك عبد العزيز في مكة المكرمة او في المدينة المنورة، بيدرسوا فيها دراسات شرعية، ما تلاقيش فيها تفاصيل العبارات كده، لانها بتاخد الاحكام بالجملة، فما بتربيش العقلية الفارقة ولا العقلية المدركة للخلافات المذهبية ولا مناقشات المذاهب. فدي عقلية مختلفة، مدرسة مختلفة في تعلم الدين، ولها اصلا برضو ايمد يعني بعد كده مساهمتها في الواقع. فلما تيجي تقرأ حتى مؤلفاتهم تعرف تلاحظ هذه العقلية، بخلاف الازهري اللي تربى على العقلية بطريقة تانية. وده دين وده دين على فكرة، بس ده اسلوب فهم ولا اسلوب فهم. واحد بيفهم بالجملة والتاني بيفهم ايه بالتقسيط، كلمة كلمة بالراحة. فلا شك ان اللي بيفهم بالتقسيط كلمة كلمة يكون ادق واكثر عمقا واقدر على الاجتهاد وعلى ادراك الواقع، واضح؟ وعلشان كده تلاقي ايه فتاوى علماء الازهر اتربوا على هذا، تلاقيها ادراكها للواقع اعمق. وعشان كده علماء الازهر قاعدين تملي يتباهوا، يقول لك احنا الازهر واحنا الازهر. بيتباهوا ليه؟ لان مش بيتباهى بشخصه، بيتباهى بطريقه الدراسه التي تبني العقليه الفارقه التي ليست موجوده في مدارس علميه كثيره درست الاسلام. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي تعرفها من السطر ده، من بدايه مقدمه المدخل، ما تلاقيهاش في كتب الا تعليقات الحواشي الازهريه. انما هات لي واحد مش ازهري اتعلم في اي جامعه من جامعات العالم الاسلامي في اي حته وما يكونش مره على الازهر، مش هتخطر في باله المناقشه دي ولا هيجيبها. يوم ما يقعد يشرح الكتاب ده مش هيجيب المناقشه دي اصلا ولا تخطر في باله، لانه مترباش عليها. فهمت بقى الفرق؟ وفي بعض النسخ اسقاط احكام وهي اعم، لانها تشمل الحقيقه والاحكام بخلاف حقيقة الشيء يعني حكمها، لأن في فرق بين حقيقة الشيء وهي تصور الشيء نفسه وحكمه وهو التصديق، لأن التصديق إدراك النسبة، والحقيقة اللي هي إدراك التصور، مش كده برضه إدراك المفرد. كل ده قاعد يقول لك كده
تقوم تلاقي كلام منطقي وكلام لغوي وكلام ايه ده ده متعلمين بقى ايه اصول كتيره عشان تتربى في العقليه دي. واضح؟ لانها تشمل الحقيقه والاحكام بخلاف الاولى فانها لا تشمل الحقيقه وقد بينها المصنف. فطالما بينها المصنف عارف لو المصنف قال الاحكام بس وما قالش ايه وهي كذا كنا نقول عندك حق هو ده احكام لان ده كلام المصنف بيتكلم في الاحكام بس. لا ده المصنف تكلم في الاحكام وتكلم في الحقيقه يبقى النسخه اللي ما فيهاش كلمه احكام ادق. فهمت بقى المناقشه؟ وقد بينها المصنف بقول وصفه الاحياء ما كان في العاده عماره للمحيا الى اخره. بل ذكر المصنف تبعا لذلك بذل الماء بقول حتى المصنف دخل في احياء المواد قالوا ايه بذل الماء، بذل الماء للمواشي، بذل الماء للي محتاج الماء، لانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو منعت الماء يبقى موت اللي قدامك. فابتدى يتكلم على بذل الماء لوجود علاقه فيه لاحياء المواد برضه، فدخل بذل الماء. فيبقى احياء المواد مش مساله ارض وبس، لا ده كمان لو كنت انت عندك ماء وفاض عليك وجب في حقك بذله بس بالشروط اللي احنا ايه هندرسها فيها. علاقه دي بدي ايه؟ ان الماء جعلنا من الماء كل شيء حي، فهو احياء للمواد. خدت بالك؟ بقوله ويجب بذل الماء بثلاثه شرائط، ولم يذكره الشارح في الترجمه لكونه تابعا، وانما يذكر فيها المقاصد. والمراد بإحياء الموات عمارة الأرض الميتة أو الميتة، فشبهوا عمارة الأرض الميتة أو الميتة على اعتبار أنها مترادفات عند بعض علماء اللغة، وبعض علماء اللغة يميز يعني الميت اللي هو يعني من سيؤول إلى الموت، وميت بالتخفيف وهو الميت الحال. يبقى فلان ميت يعني طلعت روح، طب فلان ميت يعني يموت، قد يكون ميت دلوقتي وقد تقول اليه. هناك فرق، وهناك بعض العلماء بيميزوا لا يميزون بينهما من حيث اللغه، فهما مترادفان ميت وميت بمعنى واحد، او من كان ميتا ميتا قراءة. فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء الذي هو إدخال الروح في الجسد بجامع النفع في كل، لأن الجسد ده عبارة عن أرض من غير الروح، من غير أرض مش كده برضه؟ لأنه منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم. أول ما تدخل فيها الروح حيت هذه الأرض فصارت إنسان. فإيه شبه الحتة دي بالحتة دي، إن الأرض الميتة برضه لما تحييها كأنك دبيت فيها الروح. خدت بالك؟ فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء الذي هو إدخال الروح في الجسد بجامع النفع في كل، واستعاروا الإحياء من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. يبقى الإحياء المواتنة كأن وهو بيتكلم على أرض، ده دي تشبيه بإحياء الإيه؟ الروح للجسد. خدت بالك؟ هي من باب الاستعارة التصريحية الأصلية. أو شبهوا الأرض الميتة بالميت بجامع عدم النفع في كل، يعني عدم النفع الظاهري مش مطلق، عدم النفع الظاهري اللي هو في إيه؟ يعني في ظاهر الأمر لوجود الانتفاع بالميت بعد وفاته بالدعاء عند قبره، لأنه روضة من رياض الجنة والدعاء عنده مستجاب بفعل النبي. النبي كان يروح المقابر ويدعي هناك، يدعي لنفسه ويدعي للمقبورين، فدليل أن الدعاء عند القبور قبور المسلمين مستجاب، لأن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة. مش كده برضه؟ النبي كان لما يزور يقول السلام عليكم قوم دار قوم المؤمنين انتم مستوون، اللهم اغفر لنا، يدعي لنفسه ولهم. طب ما كان ممكن يدعي كده هو بيته والنبي حيثما حل دعاء مستجاب، عشان يبين لك ان هناك اماكن يرجى فيها قبول الدعاء، لان هناك القبر دار حق.
لأنه أول ديار الآخرة وهو دار الحق. طب وأنت في بيتك، أنت في دار الغرور في الدنيا، ودي دار الغرور، يبقى القبر أشرف لأنه في دار الحق. المعاني دي كلها لازم تبقى في ذهن المسلم عقائد، يوم ساعتها يحترم المقبور كما يحترم الحي، بل يحترم المقبور أشد من احترامه للحي. شوف قد إيه كل دي بينبني عليها بعد كده أعمال ظاهرة. يبقى بجامع عدم النفع، أي النفع الظاهر وليس النفع مطلقا. فهمت بقى؟ في كل، وحذفوا لفظ المشبه به ورمزوا إليه بشيء من لوازمه وهو الإحياء على طريق الاستعارة بالكناية، وذكر الإحياء وذكر الإحياء تخييل وهو قرينة المكنية، عشان تبقى استعارة مكنية لازم يبقى فيها خيال، لازم يبقى فيها نوع من الخيال عشان تبقى استعارة مكنية. فقال لك فالحكاية برضو فيها نوع من الخيال، فإيه فعلشان كده هي إيه استعارة مكنية. والأصل فيه يعني الدليل فيه في صحة، يعني في صحة إحياء الموات أو جوازه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، أي فهو مستحق لها كما في رواية فهي له. قوله وهو أي الموات بفتح الميم كسحاب وبضمها موات كغراب، فالضمير رجع للمضاف إليه وهو الموات وإن كان قليلا، كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالضمير في يحمل كمثل الحمار يحمل هو، في ضمير في يحمل اسمه هو، هو ده بقى الضمير ده يعود على المثل ولا يعود على الحمار؟ يعود على الحمار، يبقى عائد على المضاف إليه، فإن العادة إن تملي الضمير يعود على المضاف مش المضاف إليه. فهمت؟ لأن المضاف إليه فضلة لكن المضاف أصل، فهو اللي يستحق في العبارة إنك أنت إيه تعبر عنه بالضمير. واضح؟ كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالضمير في يحمل يعود إلى الحمار لا إلى المثل، والغالب رجوعه يعني والغالب رجوع الضمير إلى المضاف ولا يصح رجوعه هنا إلى المضاف وهو الإحياء. يبقى أدالك قاعدة لغوية الأول إن الضمير اللي يذكر بعد مضاف ومضاف إليه غالبا يعود على المضاف، إلا في بعض الصور النادرة زي هنا وزي في الآية. فهمت إزاي؟ بعلمك قاعدة لغوية في وسط الكلام. لأن معناه العمارة كما مر، يعني لا يصح رجوع الضمير هنا إلى المضاف اللي هو الإحياء، لأن معناه العمارة وهو بيقول وهو أرض لا مالك له، ما تكلمش على العمارة، يبقى ده بيتكلم على المواد. فهمت بقى؟ قوله كما قال الرافعي في الشرح الصغير، وهو متأخر عن شرحه الكبير، فإن له على الوجيز للغزالي شرحين، أحدهما كبير والآخر سماه كبير ولقبه بالعزيز على الوجيز، والثاني صغير ولم يلقبه بشيء كما لقب الكبير. وكنا احنا زمان استمنا لكم كتب الشافعية بطريقة، وكنا وزعنا عليكم هذه الورقة عشان تبقى متخيل كتب الشافعية، اللي ما خدهاش نبقى نصور له دي كتب مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان ليه أربع كتب بس، كويس، كتاب اسمه الأم والإملاء، وكتاب اسمه البويطي لأنه اللي أيده البويطي من فم الإمام الشافعي، ومختصر المزن أيده من إيه؟ من فم الإمام الشافعي. يبقى دي المذهب الشافعي كله قايم على الأربع كتب دي. جاء الإمام الجويني خد الأربع كتب دي اختصرها الإمام الحرمين الجويني مع بعض الشرح وسماها النهاية في 8 أجزاء، واخد بالك؟ جاء الإمام الغزالي اختصرها
اختصر النهاية اللي هو في 8 أجزاء، لأن الإمام الغزالي تلميذ إمام الحرمين الجويني، فهمت بقى؟ اختصرها في كتاب سماه البسيط. البسيط لما اختصره طلع كبير برضه، فاختصر البسيط إلى الوسيط، فالوسيط لما اختصره طلع كبير برضه، فاختصره تاني في كتاب سماه الوجيز، واختصر الوجيز بعد كده سماه الخلاصة. يعني شوف كم اختصار مر. فاحنا بنتكلم بقى على الوجيز. الوجيز ده جاء الامام الرافعي للامام، الوجيز ده للامام الغزالي، مختصر لايه؟ للوسيط، مختصر البسيط، مختصر النهاية، مختصر مع شرح لكتب الشافعي الاربعة، خدت بالك؟ الامام الرافعي جاء في الوجيز شرح وشرحين، شرح كبير سماه العزيز، العزيز فتح العزيز في شرح الايه؟ الوجيز، وطبع على فكره في 14 مجلد، مطبوع في 14 مجلد اللي هو الشرح ايه؟ الكبير. وشرحه شرح تاني صغير ولم يسمه، وقيل اسمه الوضوح في 6 مجلدات. كويس؟ في بقى تفاصيل تانيه لكن انا بس بعرفك. الوجيز الامام الرافعي شرح شرحين واختصر اختصار سماه ايه؟ سماه المحرر، غير الخلاصه. يعني كان اختصر الوجيز اختصارين، اختصار سماه المحرر واختصار سماه الخلاصه. المحرر اللي اختصرها الامام النووي في كتاب سماه منهاج الطالبين. شفت اصل الكتب جاي منين؟ منهج الطالبين اختصره الشيخ زكريا الانظاري في كتاب سماه منهج الطلاب، اللي هو المنهج، ما هو منهاج، اما تختصر كلمه منهاج تبقى منهج، يبقى كمان الحروف اقل، يبقى دليله ايه؟ اقل، فاهم؟ والامام الجوهري اختصر المنهج بتاع منهج الطلاب بتاع زكريا الانصاري، اللي هو مختصر منهج الطالبين، اللي هو مختصر المحرر، اللي هو مختصر الوجيز، وهكذا، فاهم؟ اختصر الجوهري بقى في كتاب سماه النهج. يبقى المنهاج اختصر في المنهج، والمنهج اختصر في النهج، خدت بالك؟ نيجي بقى ايه في الشرح الكبير، ليه قصه كمان. الشرح الكبير ما سابوهوش، اللي هو فتح العزيز، اختصروا الامام النووي في كتاب سماه روضه الطالبين. يبقى عرفت اصل منهاج الطالبين وروضه الطالبين؟ روضة الطالبين هي اختصار الشرح الكبير للرافعي، والمنهاج اختصار 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 الوجيز اللي هو في المحرر، واخد بالك؟ الامام النووي عمل الروضة، ودي 4 مجلدات، خدت بالك؟ جاء الامام السيوطي اختصرها في كتاب سماه الغنية، كويس؟ واختصرها الامام احمد بن عمر الزبيدي في كتاب سماه العباد، شرحه ابن حجر الهيتمي في كتاب سماه الايعاب، يبقى الايعاب في شرح العباد، فهمت بقى؟ طيب، وابن المقري اختصر الروضه، يبقى اللي اختصروا الروضه بتاع الامام النووي 3، السيوطي، واخد بالك، واحمد بن عمر الزبيدي وابن المقري. ابن المقري لما اختصر الروضه سماه الروض، كويس؟ اختصرها ابن حجر الهيتمي في كتاب سماه النعيم، كويس؟ كلها اسماء ليها علاقه بالاسم الاصلي. والروض شرحه الشيخ زكريا الانصاري في كتاب سماه اسنى المطالب، 4 اجزاء. فهمت بقى كتب الشافعيه ماشيه ازاي؟ الشجره بتاع شجره كتب الشافعيه، عايزين مره نبقى نصورها لكم للي ما حضرش، يعني احنا صورناه ووزعناه من حوالي 6 سنوات، فيعني ايه، جت مناسبة اننا نعيدها تاني، على اساس ان هو بيقول لك هنا كما قال الرافعي في الشرح الصغير، وهو متأخر عن شرحه الكبير، فان له على الوجيز للغزالي شرحين، احدهما كبير ولقبه بالعزيز على الوجيز، والثاني صغير ولم يلقبه بشيء كما لقب الكبير. قول ارض
لا مالك لها أي معلوم، لا مالك لها معلوم، فيشمل الأرض التي ظهر بها أثر الملك كغرس شجر وأساس جدران وغرز أوتاد ولم يعلم مالكها، ويحتمل أن المراد لا مالك لها أصلا فلا يشمل الأرض المذكورة، ويساوي حينئذ قول الماوردي هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر. يعني الإمام الماوردي ومن أصحاب الوجوه عرف المواد قال إيه؟ هي أرض لا مالك لها وهو الذي لم يكن عامرا أصلا يعني كويس، وليس حريما لعامر. حريم لعامر يعني إيه؟ يعني محيط بالعمران، يعني أي قرية أو مدينة لازم في جزء محيط بالقرية دي حريم لهذه القرية أو المدينة، يبقى طرق ليها، يبقى أسواق ليها، يبقى نوادي للناس، تبقى مترفهات، تبقى مراعي للي عنده حيوانات في هذه البلدة، كل ده اسمه حريم. بقى ما يجيش في حريم القرية ويحييه لأنه ده مش مواد. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده الإمام الماوردي بيقول إيه؟ وهو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، ومراد لم يكن عامرا ولا حريما لعامر في الإسلام طبعا، وإلا فلا عبرة بالعمارة الجاهلية اللي هي عمارة قبل الإسلام في بلاد المسلمين وبعدين اندثرت اتهدت، مش هروح أنا اللي هداها، يبقى ما اروحش أنا لآثار الفراعنة اللي ما تهدتش هدها وأقول هعمر، ما ينفعش، ما عملش كده الصحابة، لكن هي تهدمت بنفسها ليا ان انا اعمرها بقى. واضح؟ حتى ان كان بنبني على هذه مثلا مباني منكر مثلا. طب دلوقتي اثار الفراعنه ايه المنكر اللي فيه؟ في حد بيعبد عجل يابيس فيها؟ يعني سؤال دلوقتي، سؤال بس، هل في حد بيدين بالديانه الفرعونيه في مصر؟ طب ايه المنكر بقى؟ دي كلها بقى بتبقى حاجات مدنيه لدراسه التواريخ والعبرة للأموم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، يبقى ربنا جعلها لينا لنعتبر ونفهم ونقرأ ما على الجداريات ونشوف تقدموا في إيه وتأخروا في إيه وإحنا سبقنا في إيه. باب علم تاني مفتوح وباب عبرة واعتبار وعظة. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى ليها فوائد برضو لا تخلو من فوائد. وإلا فلا عبرة بالعمارة الجاهلية، ولذلك قال ابن الرفعة هو قسمان أصلي، وهو ما لم يعمر قط أو يعمر قط، ينفع الاثنين، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته أي بعد عمارته الجاهلية. يبقى لازم يكون يخرب الأول، لكن افرض عمارة جاهلية ما زالت قائمة، لم يأمرنا الإسلام أن نروح نهدمها ونخربها. واضح؟ طب وجبنا الكلام ده منين؟ من فعل الصحابة، دخلوا البلدان ما خربوش المباني اللي كانت موجودة في العصور القبيلة. طب وليه عملوا كده؟ أكيد عندهم من رسول الله علم حتى ولو لم يبلغنا حديث، ففعل الصحابة وإجماع الصحابة في حد ذاته دليل. واضح؟ بخلاف بعد عمارته الإسلامية، لكن لو خرب بعد عمارته الإسلامية ومعروف إن الإسلام ليس اسمه مواد، يفضل على ملك أصحابه أو يتصرف فيه المالك طالما ضائع كأنه مال ضائع، يتصرف فيه الحاكم بما ينفع المحكومين. وقال الزركشي بقاع الأرض إما مملوكة، بيستملك بقى الملكية في بلاد المسلمين، إما ملكية خاصة يسموها مملوكة ببيع وهبة ونحوهما زي إرث وزي ببيع، يعني ببيع وشراء وهبة وإرث كويس وغزو غنيمة وفيء، كل دي وسائل كسب الأراضي. إما مملوكة كالمملوكة ببيع وهبة ونحوهما، وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والأوقاف أو ملكية عامة، يبقى إما ملكية خاصة أو ملكية عامة حاجة تانية، كالشوارع والأوقاف العامة كالمساجد والربط
التي ليست لجماعة مخصوصة والربط يوصلوا بها المدارس والجامعات وأماكن إيواء ابن السبيل والحاجات دي كلها يسموها الربط. والربط التي ليست لجماعة مخصوصة أو على الحقوق الخاصة أو تكون حق خاص موقوفة على حقوق خاصة، يعني إيه؟ يعني حريم للمملوك، في حرمة المملوك، زي ما تعمل سور حوالين الأرض بتاعت المسجد والمسجد مبني داخله، يبقى كل ما بداخل السور ده حريم للمسجد لا حكم المسجد، واضح؟ أو على الحقوق الخاصة، يا إما يعني المحبوس نوعين، المحبوس نوعين، إما محبوس للانتفاع العام أو محبوس لحقوق خاصة، معسكر تبع الجيش، مبنى تبع الحكومة، واخد بالك إزاي؟ كل دي اسمها إيه؟ حقوق، محبوس لحقوق خاصة كحريم العامر والأوقاف الخاصة، وإما منفك عنهما، يعني لا ملكية عامة ولا محبوسة حبس عام ولا على حريم شيء، يبقى دي اللي يسموها ايه؟ موات، يعني كأن هي أربع أنواع. وإما منفك عنهما وهي الموات. والحاصل أن العبارات أربعة وهي متقاربة في المعنى، قول ولا ينتفع بها أحد قيد لابد منه لأنه لا يلزم من عدم الملك لشيء عدم الانتفاع، فبيقول لك يعني إيه؟ أرض لا مالك لها، ومش كده، مش لا مالك بس، ولا ينتفع بها أحد، فالقيد ده مهم لأن قد يكون لا مالك لها لكن ينتفع بها أحد، فهمت؟ كأن تكون محبوسة على ملكية عامة أو محبوسة على ملكية خاصة أو حريم لشيء أو شيء من هذا، فهمت بقى؟ فعشان كده بيقول لك ده قيد لابد منه لأنه لا يلزم من عدم الملك لشيء عدم الانتفاع به، فلا وجه لقول بعضهم هو مستدرك، مستدرك يعني استدراك يعني زائد، أو مضر، بل هو محتاج إليه ليخرج به، ليخرج به الأرض التي لا مالك لها ولكن ينتفع بها الناس كعرفة ومزدلفة ومنى، عرفة ومزدلفة ومنى دي ملك عام للمسلمين جميعا، ما ينفعش تقسمها الحكومة السعودية وتبيعها قطع أراضي يبنوا عليها عمارات مملوكة، ما ينفعش، لأن دي وقف عام للمسلمين كلهم، واضح؟ ولكن ينتفع بها الناس كعرفة ومزدلفة ومنى وحريم العامر، فإن عرفة يتعلق بها حق الوقوف وليست من الحرم، ومزدلفة ومنى يتعلق بهما حق المبيت وهما من الحرم، فلا يجوز إحياء شيء من هذه الثلاثة، ويجب هدم ما فيها من العمارات، العمارات المملوكة يعني، لكن لو اتعملت عمارات للحجاج للإقامة ما فيش مانع، لأن ما زالت تحت إيه؟ الانتفاع العام، لحسن تروح هناك في منى وتفجر بقى العمارات اللي بنينا هناك للحجاج، تقول أصل الشيخ بيقول أهو، الشيخ أهو بيقول أهو، يقول ويجب هدم ما فيها من العمارات، فيروح يفجر ويختار موسم الحج كمان في الزحمة عشان الناس تموت في وسط التفجيرات، يقول لك أهو الفقه، ده بقى عقليات مريضة بقى، عقليات مريضة وجاهلة، وفي ناس بتعمل كده للأسف، بتفهم الدين بالطريقة الغبية دي، فهمت بقى ازاي؟ فلازم ناخد بالنا ازاي نفهم الدين بطريقة فيها نوع من الذكاء وفيها مراعاة لمصالح الشرع الشريف ومراد الشارع. يعني هو بيقول ان الحكومة القائمة على ارض الحرم ليس من حقها انها تعتبر ان منى ومزدلفة وعرفة دي ملك دولة تتصرف فيها كيف شاءت فتقسمها الى قطع وتبيعها للناس في المزاد يبنوها، ما ينفعش كده، ولو عملت كده يجب هدمها، واضح الكلام؟ لكن افرض ان الحاكم قال انا حبنيها عمارات وقفا للحجاج ليستفيدوا به وقت الحج، او ليسكنها الناس في غير موسم الحج وتفرغ في موسم الحج ليبيت فيها الحجاج، له ان يفعل ذلك، فهمتني بقى ازاي؟ يعني منتفع في موسم الحج ومنتفع في موسم الحج،
افرض الحكم قال كده، قال احنا هنعملها سكنة للناس طول الموسم، وفي شهر الحج ناخد منهم كده يعني شرط ان شهر الحج يسيبوها لنا فارغة ويستلموها بعد نهاية الموسم. له ان يفعل ذلك. فهمت ازاي؟ لكن امتى يبقى غلط؟ ان يملكها لهم ويسكنوا فيها طول السنة حتى في موسم الحج. الناس تخش على مين عايزه تقعد تلاقي كل العمارات مسكونه والناس ايه وبينشروا الغسيل والعيال رايحين المدارس. طب والحجاج هيعيشوا ازاي؟ فهمت؟ ما يعرفوش. فهمت؟ ولكن ينتفع بها الناس كعرفة ومزدلفة ومنى وحريم العامر، فإن عرفة يتعلق بها حق الوقوف وليست من الحرم، ومزدلفة ومنى يتعلق بهما حق المبيت وهما من الحرم، فلا يجوز إحياء شيء من هذه الثلاثة، ويجب هدم ما فيها من العمارات إن كانت ملكية خاصة. عشان نفهم، إن كانت مملوكة ملكية خاصة. والوجوب في الهدم هنا على الحاكم وليس على الأفراد. يعني الحاكم هو اللي يكلف بانه يقوم بالحكايه دي بطريقه منظمه حكوميه، يفضي المكان ويخرج الناس ويؤمنهم ويديهم بديل للاقامه وبعدين يهدمها او يتركها وقف للمسلمين يستخدموها. فهمت بقى ازاي؟ ويجوز احياء المحصب على المعتمد. المحصب اللي هو ايه؟ مدخل منى، بعد ما تخلص منى كده وانت داخل على مكه ناحية الايه مسجد الجن والبريد والحتة دي، وانت داخل على الحر الحتة دي كان اسمها المحصب، كان مكان متسع للقوافل اللي جاية للحج، تقوم ايه تسيب فيه تجرش فيها الدواب بتاعتها وتحط فيها متاعها، ولما تيجي تسافر وتسيب مكة تبتدي تجتمع هناك علشان الناس كلها تجتمع لحد ما يعملوا قافلة كاملة ويمشوا. فقال لك المحصب ده يجوز عمارته، ما فيهوش مشكلة. واضح؟ وده الحاصل دلوقتي، المنطقة اللي فيها البريد واللي فيها الحجون اللي فيها مقابر ستنا خديجة مدفونة فيها، اللي هي منطقة الحجون هناك، كل دي تبع المحصب، وأصبحت دلوقتي معمورة فيها أسواق وفيها عمارات، فيجوز إيه؟ عمارتها. ويجوز إحياء المحصب على المعتمد، على المعتمد يعني دليل إن في مواجه للمعتمد آراء ضعيفة يقول لك لا كمان حتى المحصب ده مهم، لأن الحجاج والمعتمرين بيستعملوه موقف عمومي بيقفوا فيه ويخشوا ويحطوا متاعهم لحد ما يطوفوا لحد ما يعملوا لحد ما ينهوا طواف الوداع ويتقابلوا عشان يمشوا. فالأحسن ما إيه ما يتعمرش، يتساب كده. فهمت إزاي؟ لكن المعتمد قالوا إن يجوز عمارته. فمن أحيا شيئا منه ملكه، منه يعني من الموات اللي بالشروط الايه اللي ذكرها بقى، ملكه كما قاله الولي العراقي خلافا للزركشي، ولا يملك بالاحياء حريم العامر. يبقى اللي بيحيي المواد بالشروط السابقه، المواد اللي بالشروط السابقه يبقى ملكه. الزركشي قال لا، له الانتفاع ولا يتملك، ملكيه انتفاع وليست ملكيه رقبه. يبقى الزركشي رأيه أنها ملكية انتفاع وليست ملكية رقب، وغيره قال لا ملكية انتفاع. طالما فيها خلاف يبقى نترك الحاكم ويختار المصلحة العامة بقى. فهمت بقى؟ يعني حضرتك العراقي هو اللي قال ملكية رقبة؟ كما قاله الولي العراقي خلافا للزركشي، ولا يملك بالإحياء حريم العامر، لأن مالك العامر يستحق الانتفاع به تابعا للعامر، فهو كالمملوك له. انت دلوقتي شاري حتة ارض بتبني على 60% من مساحتها، يبقى عندك 40% محيط بمبناك، ده ملكك برضه بس مش مبني. ما يجيش واحد بقى يعمل كشك فيه ولا في مصر لقيته مش مبني، لان ده محيط بالمملوك. فهمت ازاي؟ حريم لمملوك. ولا يملك بالاحياء حريم العامر، لان مالك العامر يستحق الانتفاع به تبعا للعامر، فهو كالمملوك له. ومن جعله مملوكا لمالك العامر كالشيخ الخطيب فقد تسمح، وهو ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر،
فالحريم يعني مش شرط يبقى الحريم للعامر يبقى مملوك ملك رقبة، ولكن ملك انتفاع على الأقل. زي انت الوقتي، انت لما بنيت عمارتك انت شاري الرصيف، انت شاري الارض اللي بنيت فيها العمارة، لكن الرصيف اللي قدام عمارتك ده ما حدش يقدر يحط حاجة، لان انت ده ضروري انك انت لما تخرج او تدخل تمر على حتة فسحة علشان توصل للشارع، فما يجيش حد يشغلها لك. فهمت ازاي؟ فده ملك انتفاع وليس ملك رقبة، وزي قطعة الشارع اللي قدام بيتك. فهمت ازاي؟ او ده ملك انتفاع مش ملك رقبة، لكنه حريم للشيء. كل ده ما ينفعش يبقى ايه نحيي مواته فيه، لانه منتفع به. وهو ما يحتاج اليه لتمام الانتفاع بالعامر، فالحريم لقرية محيا ناد، وهو مجتمع القوم زي مصلى العيد، يعملوا خارج القرية كده حتة فسحة الناس لما يجوا كل عيد يروح يصلوا فيه، ما يجيش بقى واحد هناك يبني، ده حريم ليه. وهو مجتمع القوم للحديث عشان يتحدثوا مع بعض، أراد اجتماعات يجتمعوا فيها يعني، ومرتكب الخيل ونحوها يعملوا فيها سبق الخيل علشان يدربوا نفسهم على الفروسية، ومناخ إبل ومراح غنم ومطرح رماد وسرجين اللي هي المزابل، كانوا يعملوا كده حتت مزابل بعيد يرموا فيها مخلفات بتاعتهم. فهمت ازاي؟ فدي كلها برضو ما تبقاش موات لانها مدفع بيها، ومطرح رماد وسرجين اللي هي الوقت نسميها ايه مجمع القمامة اللي هي مخلفات ايه الساكنين في القرية، وملعب صبيان، والحريم لبئر، لبئر استقاء، لبئر استقاء يعني بئر شرب، موضع دولاب ونازح ومتردد الدابة. لو بير عشان الناس تشرب منه لازم يبقى حواليها حريم، واخد بالك، احط فيه الجرادل والحبال اللي هما بيدللوا الجرادل، كل ده يبقى ايه تبع البئر ده، لانه ما ينفعش البئر واحد يروح جاي على البئر يروح باني زي اللي بيبنوا على شط النيل، ما ينفعش، او ده لا يتملك، ده ملكية عامة وارض صالحة للزراعة، ما يجيليش واحد بقى في وسط شط النيل يعمل لك بقى منتجع سياحي ويبنيه عشان يقعد يسكن كل يوم ويقول لك يبقى على النيل. نيل ايه؟ النيل ده اولا انتفاع عام، والارض اللي حواليه حريم له، واخد بالك، وبتزرع والناس بتاكل منها والدواب بتنتفع وكل، يجوا يبنوا لنا شط النيل كله ويعملوا لنا يبقى العالم دول افسدوا. فهمت؟ ما عرفوش الاحكام، ما عرفوش ايه اللي يبنى وايه اللي ما يبناش. درجه الفراعنه حكموا مصر الاف مؤلفه من السنين وسابوا شطي النيل بدون اي مباني، لان دي اراضي مزروعه بياكلوا منها اكلهم ودوابهم. جينا احنا ما عندناش حكمه حتى الفراعنه اللي هم الكفار، بنينا في الارض اللي بتتزرع وبعدين نستورد اكلنا من بره. شفت المصايب اللي يعني حتى الفراعنه الكفار كان اكثر حكمه في اداره البلاد من حكامنا اللي احنا بنقول عليهم مسلمين، فحاجه غريبه يعني. والحريم لبئر استقاء، موضع دولاب ونازح ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها، والموضع الذي يصب فيه النازح بالماء وموضع تمام. أنت الوقت لما بتجيب من البئر مية مش بتشيل المية دي في الجرد وحاطت أنت الوعاء بتاعك في مكان عشان تكب فيها، يبقى لازم مكان تحط فيه الأوعية كمان اللي أنت هتنزح الحاجة تحطها فيها، كل دي حريم للبئر. فهمت بقى إزاي؟ والحريم لبئر قناة ما لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف انهيارها. وأحيانا البئر بيبقى بئر علشان تاخد منه أناية تسقي الزرع بقى والأرض، مش تسقي الإنسان،
يبقى الأناية دي حريم البئر ده اللي يمسها يعني، خد بالك. والحريم لبئر قناة ما لو حفر فيه لنقص ماؤها وخيف انهياره، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، ولا يحتاج إلى موضع نازح لأن ده مش محتاج حد بياخد منه يسقي الإنسان، ده هو محتاج يجري في وسط الأرض بس، ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء. والحريم لدار غير محفوفة بدور ممر وفناء لجدرانها، ومطرح نحو رماد، ولا حريم لدار محفوفة بدور بأن أحييت كلها معا، فلا حريم لدار منها يخصها، لأن ما يجعل حريما لواحدة ليس بأولى من جعل حريما لأخرى. وحريم النهر يعني ما تبقى دور ملتصقة ببعضها، فالشارع المقابل لها حريم لكل الدور دي وكل العمارات دي، والرصيف ده حريم لكل العمارات دي، بخلاف ما يكون انت بتبني مبنى منفصل في مكان كده لوحده، يبقى الحريم اللي حواليه السور اللي انت بتعمله، الممر اللي هتخش المدخل بتاعك، واخد بالك الحاجات دي. وحريم النهر ما يحتاج اليه ليطرح فيه، ليطرح فيه ما يخرج منه، وان بعد عنه جدا ويهدم ما بني فيه ولو كان مسجدا. في ناس يجي لك وقت الـ 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 النهر اما يبقى تحريق يروح عامل لك ايه، رمي لك اعمده مسلح وعامل لك مساحه ارض ويجيب لك واحد ياذن وبقت جامع معموله كده في قرى كثيره على طول شط النيل، صح ولا لا؟ او كل دي المساجد دي يجي هدمها لانها اتبنت في ملكيه عامه وانتفع بها لكل المسلمين، فما ينفعش حتى ولو كان مسجد ملهاش الحرمة المسجد. شفت قد ايه، شفت الناس قد ايه مش قادرة تعرف الاحكام، وعشان كده احنا يعني ضرينا بلادنا بايدينا. وزي ما قلت لكم زمان في باب الغصب يجي لك في حريم السكة الحديد، السكة الحديد دي ليها حريم تبع السكة الحديد برضه علشان يعملوا فيها مثلا ايه، يحطوا فيها بعض القضبان عشان لو قضبان زي مخزن للقضبان، لو القضيب بتاع يشيل القضيب هنا يصلح، يحط ورش علشان عمال السكة الحديد تصلح، يحط مساكن لعمال السيمافورات علشان يسكن فيها وينام فيها لانه ده بيشتغل 24 ساعة نبطشيات، يبقى ده نايم وده صاحي. فما يجيلكش بقى في حريم الحتت دي ويروح يجيلك بالليل يحوطها ويأذن وبقت جامع، ما ينفعش، ده كده أرض مغصوبة، واستلاف الأرض المغصوبة غير مقبولة حتى ولو مسجد. والجماعة السلفية في البدرشين عملوا كده في حريم السكة الحديد في البدرشين، وأنا كنت معترض وما كنتش أصلي في الجامع ده، بيقولوا أنت متزمت. متزمت إزاي؟ يعني إزاي أنت تاخد أرض ملك عام المسلمين وغير المسلمين كمان؟ طب ما هو النصارى اللي ساكنين هناك في البلد ما هم متفقين بيها برضه، ما السكه الحديد دي معديه، ده بينتفع بيها كل الناس، اهل البلد وغير اهل البلد واللي بيمروا. شفت قد ايه احنا خربنا بلادنا بقى بحجه ايه؟ التدين، التدين الجاهل اللي هو كره الناس في الدين، تطبيقات هذا كرهت الناس في الدين، فما ينفعش الطريقه دي. زي ما قلنا قبل كده ان لما تبقى ارض مسبله سبيل للدفن، ملكية عامة للقرية سبيل للدفن، ممنوع البناء فيها لأنك لو بنيت هتضيقها، ولما تضيقها الناس مش هتعرف تدفن مرتاح. طب وإمتى تبني في المقبرة لو كانت ملكية خاصة؟ أنت جيت إيراد أرض بتاعك وخليته مقبرة للعيلة، ابني فيها بقى زي ما أنت عايز تحب، لكن دي مقبرة عامة لأهل القرية، ما تروحش تبني فيها وتروح محوطها كده وعاملها مبنى وتقول مقابر آل فلان. اللي بيعملوه ده في الأرياف وهو كل ده غلط، لا يجوز البناء، واخد بالك، في المقبرة المسبلة للعلة حتى لا يضيق على الناس في دفن موتاهم. ويجوز البناء في الأرض المملوكة لقبر وغيره، فلازم نميز بين القبر المبني في أرض مسبلة يهدم الجدار ولا ينبش القبر، يهدم الجدار ولا ينبش القبر إن ضيق على الناس،
بشرط أن يكون من عوام الناس، أما إن كان لعالم أو صالح معلوم بالصلاح فيجب يحترم البناء ولو في مسبلة، على الراجح عند فقهاء المسلمين، حتى لا يندرس قبره فينتفع بزيارته. كل دي تفاصيل قايلينها العلماء علشان تبقى فاهم ازاي اذهان الفقهاء على مر العصور كانت مترتبة، بخلاف بقى الغوغائية اللي طالعة بتاع اليومين دول، ومظاهرات قدام الكنائس، ومظاهرات قدام الجوامع، وبلطجية من المسيحيين، وبلطجية من المسلمين، وبقت بلد بلطجة. ما ينفعش كده، في احكام. ما هو زي ما المسلمين فيهم بلطجية، ما المسيحيين فيهم بلطجية برضو، يعني هم هيبقوا كتعين؟ لا، هيأجروا لك بلطجية برضو، وهتبقى بقى البلد بيحكمها شوية بلطجية. وبلغة الشوام يسموهم ايه؟ بيسموهم اسم كده الشوام في سوريا، يقول لك ايه؟ بسمعهم اللهم صل على سيدنا محمد، حاول هلك الوقت، بيقولوها كتير في الاخبار، واخد بالك؟ المصريين سموهم بلطجية، والشوام يسموهم ايه؟ اسم شبيحة. الشام يقول لك ايه؟ وجاء بعض الشبيحة. هي الشبيحة هم البلطجية، بس باللغة الشامية شبيحة. انا بقولها لك بجميع اللغات عشان تعرفهم برضو كل اللغات يعني. فما ينفعش، هذه البلطجة حرام، ومن يستعملها لترويع المؤمنين من الكبائر. ترويع المؤمنين، ترويع المؤمن كقتله، يعني مجرد تخويف المسلمين ياخد حكم قتلهم وهو ما قتلهمش لمجرد الإرعاب. ده للناس اللي بتضرب طلقات كده في الهواء عشان الناس تسمع، يقولك ما فيش أمن، يروعهم في بيوتهم، اهو ده كأنه قتلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ترويع المؤمن كقتله، فإن كان قتله من الكبائر فترويع المؤمن من الكبائر. الناس مش مدركة الأحاديث، مش عارفة الأحكام. عايزين نربي الناس تاني تربية إسلامية، تاني نعلم الناس تقعد الأعداد دي تفهم، يوم ساعتها ما ينفعش أما يكبر يشتغل بلطجي، يكره الشغلة دي ويعرف إنها هتوديه النار، مش هتجيب له وجبة كنتاكي، لا ده هتوديه النار. وعلى شكرا بيقول ايه؟ وحريم النهر ما يحتاج اليه ليطرح فيه ما يخرج منه، وان بعد عنه، ما يخرج منه من صيد، ما يخرج منه من بضائع، لانه بيمشي فيها سفن بتنقل بضائع للناس، فلازم يبقى في مرسى ومكان تنزل البضاعة ومكان تحمل البضاعة في عربية تانية، كل الحاجات دي ما ينفعش ابني فيها بقى علشان حياة الناس تستمر. وإن بعد عنه جدا، لأن على حسب الحاجة بقى، ويهدم ما بني فيه ولو مسجدا، كجامع السنانية الذي عند بولاق، كان أيامه في مسجد اسمه السنانية عند بولاق بنيينه في طرح النهر، فاهم؟ فبيقول لك مثال لده، ده يجب هدمه. أو شيخ لازر أهو بيأمر بهدم مسجد، المصلحة العامة، لأنه اتبنى في أرض غير إيه، لا يجوز أنها تكون مسجدا لأنها منتفع عام لممر النهر، واخد بالك؟ ما هو الشيخ إبراهيم بيقول لك، كان شيخ الأزهر أيامها أهو بيأمر أهو بهدم مسجد. لسه موجود الجامع دلوقتي هناك؟ لسه موجود، أنا بسأل يعني لسه موجود الجامع. نروح، هو الكلام ده من 200 سنة، الشيخ اللي بيقول 200 سنة وشوية. كجامع السنانية الذي عند بولاق، ويقصد بولاق ابو العيله على فكره، مش بولاق الدكرور. هو عندنا بولاقين، بولاق الدكرور وبولاق ابو العيله، هو بيتكلم على بولاق ابو العيله اللي هي في حضن النيل. ومثله الحواني اللي هي بعد مسبيره، حيث يتظاهر النصارى اذا هجموا عليهم من الشبيحه، وحيث يتظاهر المسلمين اذا هجم عليهم من الشبيحه النصارى، اللي هي منطقه مسبيره، هي دي اللي توديك على بولاق على طول. ربنا ينجينا ويهدي سرنا يا رب وسر سائر المسلمين، عشان تعرف ان مش هيهدي سرنا الا بالعلم والفهم، مش بالغوغائية. وكل واحد يتجرأ على الدين ويتعلمش الدين ويربي دقنه ويبقى عنده لباقة ويعمل نفسه قائد وقاعد يدي اوامر، ما ينفعش، مش حكاية ما تبقاش كده.
وراء هذا كله على فكرة جهلة من المسيحيين وجهلة من المسلمين، جهلة من المسيحيين بمسيحيتهم وجهلة من المسلمين بإسلامهم. ومن وراء هؤلاء الجهلة ناس بتدفع عشان تثير هؤلاء الجهلة ضد هؤلاء الجهلة، علشان كانوا منتفعين من النظام القديم. فهي كلها فتن مركبة من فتن ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. فربنا ينجينا يا سيدي. ومثل الحوانيت والمصاطب التي في الشوارع ونحوها، يعملوا مصطبة في الشارع ويجيب لك راجل كشك يعمل شاي للناس بالممر. في ممر الناس ما ينفعش. يجي على الرصيف ويجيب لك عربية حمص الشام ويقف عشان يبيعها، يبقى ليهم حق بقى اي شرطة المرافق انها تنفذ هذه الاوامر، دي اوامر شرعية. وما يجيش بقى ايه نتخانق مع شرطة المرافق ونقول له انت كده بتمنع الناس انها تاكل عيش. طب ما ياكل عيش في الاسواق، انما مش في ممر الناس. ويوقف المرور ويعمل لك كوبري الجامعة منتزه، ويجيبوا لك كراسي بلاستيك على طول كوبري الجامعة في الصيف، والحمص الشام وشوي الدورة، ويعدي واحد تاني بسميت ودقة وبقت الدقة والمرور واقف. ما ينفعش كده يا جماعة، ده مش دين، ده مش دين، مش تصرفات. يا مصريين اتقوا الله يا مصريين في بلادكم وفي دينكم. شفت بقى لما تقعد تقرا انت في الحواشي تشوف عيوب البلاد ازاي فيها، لكن لو ما قريتش في الحواشي وتبص تلاقي الناس واقفه تقول يا سلام والله الحمد لله، ناس بتاكل عيش من بعضها، سبحان اللي بيجري الارزاق. ما انت هتقعد بقى ايه تتعبد، ما انت واقف في كوبري الجامعه من العشاء امبارح والفجر بيدن ولسه ما عدتش الكوبري، فلازم بقى ايه تتعظ، بتقعد بقى تبقى متعظ الحمد لله لحد ما تتنقط وتموت والحمد لله. ويقول لك ما تشهيد، ما تشهيد في اشاره مرور استمرت لمده اسبوع. ربنا ينجينا يا سيدي. فالسيوله المروريه مش هتعود الا لما نحترم الملكيه العامه والشوارع والحاجات دي كلها، تبقى في سيوله مروريه بقى. دلوقتي يركن لك صف رابع وصف خامس ويجي يكلمه الشرطي يقول لك ثوره. ايه بقى مش ثوره؟ ثوره يعني اتقي الله بقى، اتقي الله ما توقفش حال المسلمين. ونقف عند هذا الحد، نكمل المره الجايه ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.